هيا نسقسيكم واحد العفسه، كيفاش في رايكم رانا قادرين نقراو ونكتبوا الهيروغليفيه وواحد في وقت ما يهضر اللغه تاع الفراعنه؟ افيت باسكو ديكوفرا واحد العفسه اسمها روزيتا ستون اللي مكتوب فيها نفس النص بالهيروغليفيه وباليونانيه القديمه. اليونانيه القديمه كاين اللي يعرفوها، تما كانوا قادرين يترجموا النص ويديشيفريو اللغه. بصح كاين لغات اللي ما عندناش روزيتا ستون تاعهم، كيما مثلا لغه تاع هارابان سيفيليزيشن اللي قلت لكم عليها خطره اللي فاتت. بصح الا حبيتوا تعرفوا كيفاش راهم يسيو ويديكوفريوها، شوفوا ستوري تاعي في انستغرام.